السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن مبادرة الخير ومبادرة بنك الطعام، ونشكر الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره على هذه المبادرة، مبادرة الخير، ونهني الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم توليها منصب بنك الطعام، ونتمنى لها المبادرة إن شاء الله كل الخير والتوفيق. يعني بخبركم، نبدأ عن بنك الإمارات للطعام. شو هدف هذا البنك؟ شو هدف هذه المبادرة؟ هدف هذه المبادرة وهذا البنك أن يجمعون كم من أكبر من الطعام المعلبة وغير المعلبة اللي تهدر خسارة في اللي في المطاعم أو في السوبر ماركت والجمعيات في المنازل، إن هذه المبادرة تحفظ النعمة وتحفظ الأرزاق. في ناس محتاجين لهذا الطعام، نحن بدل ما نهدره نكون نحن نقوم بجمعه، وبتقوم البلدية بتعلم المتطوعين كيف يحفظون هاي النعمة. عيالي نحن لازم نكون يد بيد عشان هذه المبادرة تسير في أحسن وجه، ويوصل الطعام بأحسن يعني بجودة عالية للمحتاجين. عيالي هذه النعمة اللي تنهدر محتاجين لها داخل الدولة وخارج الدولة، لازم كل ربة بيت كل أسرة تحافظ على هذه النعمة بإرشاد الخدم كيفية حفظ النعمة، كيفية حفظها حفظ سليم. أنا مثلاً إذا زاد عندي مثلاً من الغداء عيش أو صارونة أو أشياء ما إذا ما في وقت توزعته أحفظها لين ما تبرد أحطها في الفريزر، عند وقت سخنها ما سخنها على طول على النار، أخذ ماء الحار وأحطه في مثل وعاء مخرم وأسكر على سخنها على البخار من ثم توزيعها. مثلاً إذا في خضار زايدة عندك في الثلاجة مثل الخضار الورقية أو الخضار مثل الكوسة مثل البطاطا مثل الطماطم، تاخذين تنظفين وتقصين تحطين في اكياس كل يوم اليومه، وبدل ما انت يخرب في الثلاجه وترمينه في الزباله لا بينتفع منه حيوان ولا انسان، انت تحفظينه لبيتك، من حفظتي النعمه حفظتي رزقك، الله بارك لك فيه، طعمتي ناس محتاجين، ناس محتاج، بدل ما تودينه مطبخ تحطين توزعينه في الفريزر مثلج توزعينه، هذا كله فيه استفاده للغير. انت بهذه الطريقه انت دعمتي بنك الامارات للطعام، دعمتي المحتاجين، دعمتي هالمبادره الخير من شيوخنا، وان شاء الله نكون يد بيد ونتعاون في هذا الخير. عيالي اباكم تشاركوني بافكاركم في دعم هذه المبادره، مبادره بنك الامارات للطعام، واباكم تشاركوني بالافكار على يامر.